تعالوا كده، انا عايزه اسالكم سؤال. بس قبل ما اسالكم، عارفين انتوا المثل اللي بيقول جبت الديل من ديله؟ يعني احنا كمصريين دايما لما بنشوف حد بيعمل حاجه كويسه ونحب نقلل من حاجه دي، نقول هو يعني جاب الديل من ديله. السؤال بقى، اشمعنى الديب؟ يعني حد كده يقول لي اشمعنى الديب، يعني ليه مثلا ما بنقولش جاب الثعلب من ديله او جاب الاسد من ديله، اي حاجه غير الديب؟ اشمعنى الديب يعني اللي احنا جبناه من ديله؟ مش فاهمه ايه علاقة الديب اصلا، وليه بنختار الديب بالذات، ليه مش اي حاجة تانية؟ بصوا، هو الموضوع ليه اصول مصرية قديمة، اصول بترجع للحضارة المصرية القديمة. طب ايه الحكاية وايه علاقة الديب ده اللي احنا دايما بنقوله ده؟ هتعرفوه في الفيديو، بس اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، واكتبوا لي كومنت حلو كده تشجعوني بيه، ويلا نعرف الحكاية وليه احنا دايما بنقول المثل ده. تعالوا نرجع بالزمن لحضارة أجدادنا القدماء المصريين في مصر القديمة، وبالتحديد للجيش المصري القديم أو الجيش في مصر القديمة. في مصر القديمة لما كان الملك بيحب يعين قائد للجيش، كان طبعا مش بيجيب أي حد كده ويخليه قائد للجيش، يعني مثلا ما كانش بيجيب ابن خالته ويخليه قائد للجيش، ولا كان بيجيب أي حد كده ماشي في الشارع ويقول له تعالى أنت هتبقى قائد الجيش المصري. لا، ده كان لازم يختار حد قوي وشجاع عشان يقدر يقود جيش قوي وجيش دولة كبيرة زي مصر. واختيار القائد ده كان بيتم عن طريق اختبار بيتعمل للشخص اللي المفروض هيبقى قائد للجيش، ولو نجح في الاختبار ده بيتم تعيينه قائد لجيش مصر. طيب الاختبار ده بقى كان ايه؟ الاختبار ده كان عبارة عن ان هما بيجيبوا ديب كبير ومفترس ويخلوه قاعد ما بياكلش كام يوم، يعني بيخلوه جعان، ويجيبوا الشخص او المقاتل اللي هم عايزينه يبقى قائد للجيش، ويحطوا الاثنين مع بعض في ساحة واحدة او في مسرح او في مكان واحد عامة، ويسيبوا الاثنين مع بعض. وطبعا الديب بيفتكر ان ده فريسة سهلة ليه، وان هو هياكله بكل سهولة ويتغدى بيه وهو اصلا جعان وكمان مفترس، فالمفروض ان القائد هيتاكل بكل سهولة. وده طبعا ما كانش بيحصل، لان ببساطة ده قائد مصري مش اي قائد. والقائد المصري او المقاتل اللي هو يعني المفروض هيبقى قائد للجيش، المفروض ان هو يكون اذكى من الديب وكمان اقوى من الديب وسريع البتيهة. ومش بس كده، المفروض ان هو يتجنب هجمات الديب وعضاته، وكمان المفروض ان هو يروغه ويخليه يلف كده حوالين نفسه اكنه بيروده لحد ما الديب يتعب وييأس ويستسلم للشخص ده. فالشخص المقاتل دوت بيقوم رايح وجايب الديب ده من ديله ويوديه للملك، وكده المفروض ان الشخص ده قوي ويستحق ان هو يمسك القيادة بتاعت الجيش المصري، او ان هو يكون قائد للجيش المصري. ولما بيجيب الديب من ديله ده كده دليل على قوة الشخص وشجاعته وذكائه كمان، وان هو شخص سريع البديهة وقدر يتجنب الديب وما يكونش فريسة ليه. وبدل ما كان الديب فاكر ان هو الشخص ده فريسة سهلة، الديب هو اللي بقى فريسة سهلة للقائد المصري. ومن هنا جه المثل اللي احنا دايما بنقوله جاب الديب من ديله، كدليل يعني على قوة الشخص وشجاعته. وده كان فيديو النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، كان كده فيديو بسيط ومعلومة سريعة، واشوفكم على خير في فيديو جديد.